موقف منصف وجنبا إلى جنب المجتمع الدولي، دعم المجلس في تيسير الأوضاع وإعادة الثقة والنهوض بالتسوية السياسية، كما ندعم دور الأمم المتحدة ومنظمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بما يعطي دفعة أقوى للسلام. رابعا، حل الدولتين هو السبيل للمضي قدما. السنوات الأخيرة شهدت شطوطا عن عملية السلام في الشرق الأوسط. قرارات الأمم المتحدة لم يتم تنفيذها، ولا سيما حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية، وقد تم تقويضه، ومعاناة الشعب الفلسطيني ازدادت بسبب أو بما أدى إلى الأزمة التي نشهدها اليوم. وبالتالي فإن التسوية الدائمة لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل حل الدولتين. القضية الفلسطينية الإسرائيلية ظلت أكثر من 70 عاما على جدول أعمال الأمم المتحدة، وأجيال متعاقبة من الفلسطينيين ظلوا ينتظرون إعادة تهيئة حقوقهم الشرعية. الوقت تأخر، ولكن لا يمكن لهذه المسألة أن تستمر، وإننا ندعو لمواصلة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، بما يحقق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل والتناغم بين العرب واليهود والسلام الدائم في الشرق الأوسط. الزملاء، إننا في الصين صديق ودود للشعب الفلسطيني، ونؤمن دوما وأننا نؤكد دوما على جهود نزع التوتر. الأوضاع، وكما أشير إليها بشأن القضية الفلسطينية، هذا الموقف الصيني تم الإعلان عنه في عام 2017 من جانب الصين، ومنذ ذلك الحين ما فتئنا نعلق كل الأهمية دوما ومن قبلها على القضية الفلسطينية، وإن الصين ستنهض بكافة الجهود للنهوض بمباحثات السلام، وذلك من خلال دورنا كرئيس المجلس. ونعيد التأكيد على دعوتنا ل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونرحب بهم أن يأتوا إلى الصين للمفاوضات المباشرة. أي اضطرابات في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية تؤثر على العلاقات الدولية وترتبط بالضمير البشري. الأمم المتحدة ومجلس الأمن عليها أن تتعلى مسؤولياتها. العالم يشاهدنا، والتاريخ سيسألنا، وبالتالي علينا أن نتضامن مع العدل والسلام والإنصاف.